جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني إلى الجنة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه مرة أخرى: أخبرني بعمل يدخلني إلى الجنة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الله أكبر. أيضا في حديث ربيعة بن كعب في صحيح مسلم، لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة، فماذا كان الرد من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. في السجود أجور عظيمة: تفريج الهموم، تنفيس الكربات، قربة إلى الله، تذلل، تربية للنفس. فأوصي نفسي وإياكم بكثرة السجود.